السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ ان شاء الله النهارده مع بعض هنتكلم عن تاني محاضرات الانفرتر. الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم في البدايه عن بريدج من البريدجات المهمه في الانفرتر، وهي الفول بريدج، سنجل فيز الفول بريدج، وشفنا احد الاوتس اللي احنا نقدر نطلعها نتيجه السويتشنج بتاعتي اللي هو السكوير ويف، وده كانت اول فانكشن نقدر ان احنا نحصل عليها من السنجل فيز فول بريدج انفرتر. تمام، ان شاء الله النهارده في المحاضره بتاعتنا عايزين نبدا نتكلم عن شويه اناليسيس خاصه بالاوتبوت اللي بيخرج من الانفرتر. احنا طبعا كلنا عارفين دلوقتي ان الانفرتر هو وظيفته انه بيقدر يحول لي الدي سي انبوت السبلاي الدي سي بتاعي الى اي سي اوتبوت اللي هو اللود. اللود محتاج اوتبوت اي سي، فبستخدم الانفرتر عشان احول الدي سي سبلاي الى اي سي انبوت. الاي سي انبوت مش بيكون بالشكل البيور الساينوسويدال اللي احنا متوقعينه او اللي احنا شايفينه. فبالتالي من اهم الحاجات عشان اشوف زي ما بنقول كده الكواليتي بتاعه الاوتبوت بتاعي، يعني ما مدى قرب الاوتبوت من الساينوسويدال ويف بتاعتي. تمام، نقدر نعمل الحركه دي ان احنا نشوف الكواليتي بتاعه الاوتبوت عن طريق حاجه بسيطه جدا، عن طريق ان انا احسب او احدد كميه الهارمونكس اللي موجوده في السبلاي او في الاوتبوت كارنت او الاوتبوت فولتج بتاعي. نعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق بقى ما يسمى بالفورير سيريز اناليسيس. احنا النهارده هتكون قصتنا كلها في المحاضره هو ازاي ان احنا نعمل الفورير سيريز اناليسيس. تمام، بمعنى اصح ان انا احدد كميه الهارمونكس اللي موجوده في الاوتبوت بتاعي، سواء بقى كنا بنعمل اناليسيس للاوتبوت كارنت او للاوتبوت فولتج. تمام، طيب عشان نقدر نحدد الهارمونكس دي اللي موجوده، اللي هي مصاحبة زي ما بنقول كده عليها، هي مصاحبة للمين اوتبوت او المين سبلاي بتاعي او المين فولتج عندي، بيكون معاه شوية قيم بنسميها الهارمونكس كونتنت. تمام، عشان نقدر نحسب الهارمونكس في زي ما انت شايف قدامك كده في المحاضرة في السلايدز، في عندك طريقة باستخدام الفورير اناليسيس ان احنا نحسب بيها الفولتج هارمونيك. فبيقول لك ان الاوتبوت فولتج ما هو الا باستخدام الفورير اناليسيس ما هو الا سمشن لمجموعه من الساينوسويدال ويفز بتبتدي من رقم واحد اللي احنا بنسميها بقى الفاندامنتال. احنا دايما لما يكون الاوتبوت بنتكلم على الان نمبر 1 ده اسمه الفاندامنتال اوتبوت. تمام، بس مع الفاندامنتال في بقى ارقام تانية ان من 2 لحد انفينيتي لحد ما لا نهايه، فالسمشن بتاعهم ده كله هو ده الاوتبوت فولتج بتاعي، ده الهارمونيك اوتبوت فولتج. هو عباره عن السمشن من ان بلس 1 لانفينيتي للفي ان، ده اللي هو الماكسيمم اوتبوت بتاعت الويف خلاص، مضروب في الساينوسويدال، لان احنا اتفقنا ان الفورير هو بيحول اي اوتبوت فولتج الى مجموعه او سمشن من الساينوسويدال ويف. فهو عباره عن الماكسيمم بتاع كل قيمه، يعني الماكسيمم بتاع في 1 في 2 في 3 مضروب في الساين ويف بتاعته ساين ان اوميجا نوت في تي بلس سيتا ان. طبعا الان ده زي ما احنا اتفقنا هو نمبر الهارمونيك خلاص، سواء بتكلم على واحد اللي هو الفاندمنتال او اثنين او ثلاثه او اربعه حسب القيمه بتاعته، مضروب في الاوميجا نوت تي. الاوميجا نوت ده اللي هو الانجلر فريكونسي، ده اللي هو المين، فاكرين السايكل تايم اللي احنا كنا بنتكلم فيه في السكوير ويف اللي طلعت عندي، الفريكونسي هو عباره عن واحد على التي اللي هو السايكل تايم، والاوميجا هي عباره عن 2 باي اف بتاعته. في الثيتا ان ده لو في فيز شيفت حصل عندي في الويف، فاقدر كمان ان انا امثل الويف بتاعتي بمين؟ بالفيز شيفت اللي اسمها ثيتا ان. فدي كده المين بارامترز اللي موجوده في الفولتج هارمونيك، هو عباره عن سمشن او مجموع لعدد من الساينوسويدال ويفز بفريكونسيز مختلفه، بيعتمد او من واحد الى ما لا نهايه، عباره عن ماكسيمم فاليو اللي اسمه في ان والساينوسويدال بتاعه والفيز شيفت بتاعه. تمام، ده لو كان الفولت.
طبعا ممكن برضو نعبر عن لو انا بقى بعمل اناليسز للكرنت مش للفولت، فالكرنت هارمونيك هو نفس الكلام، هو عبارة عن مجموعة من الساين ويف بتوعي معمول لهم سميشن خلاص، سواء بقى فاندامنتال او الاذر هارمونيكس اللي موجودة عندي في السيستم، برضو عبارة عن سميشن من ان ايكوال 1 الى انفينيتي اي اوف ان ساين ان اوميجا نوت اوف تي بلس سيتا ان. سيتا ان هنا ده الفيس شيفت، سواء بقى بعد اضافة اللود او بعد وجود مين، بعد وجود الفيس شيفت اللي موجود اصلا في الفولتج ويف فورم. تمام، فده كده زي ما تقول كده المين اناليسيز للفورير. لو انا عندي اي سيجنال خارجه زي وده اللي هنشوفه كمان شويه، زي مثلا المثال اللي كنا بنقول عليه في الاسبوع اللي فات اللي هو السكوير ويف، اقدر احلل السكوير ويف بتاعتي الى مجموعه من ال الى مجموعه من الساينوسويدال ويف فورمز as a voltage أو as a current harmonics. تمام؟ طيب، فبالتالي بعد ما أقدر أحول الأوت فولتج بتاعي لمجموعة من الفولتج هارمونكس أو الكرنت هارمونكس، كمان أقدر أعمل إكسبريشن للباور أبزوربت باي ذا لود. دلوقتي خلاص لو كمان الفورير أناليسيس دي يا شباب بتحاول إن هي تساعدني لما يكون اللود بتاعي مش سهل، يعني مش ريزيستيف لود خلاص ولا ار ال لود، لما يكون بقى كومباينيشن يعني لود ضخم لود كبير، فبالتالي افضل اناليسز ليه هو ان انا اعمل له اناليسز باستخدام الفورير. تمام، فبالتالي خلاص بقى بالنسبه لي سهل ان انا اطلع قيمه مين، اطلع قيمه الكرنت زي ما احنا شفنا الكرنت هارمونكس في الاكسبريشن اللي شفناه في السلايد اللي فات، فمنه اقدر اطلع اكسبريشن لمين بقى؟ للباور. فبقول ان الباور عباره عن اي سكويرد ار ام اس، ده اللي هو الاوتبوت كرنت اللي خارج من ده الهارمونيك كرنت اللي عندي، مضروب في الار اللي هي الريزيستيف لود اللي موجود عندي. خلاص يا اللود فيه جزء ريزيستيف، فانا بس هاخد الريزيستيف عشان احسب الاكتف باور. طيب ما هو من الاكسبريشن عشان اقدر احسب الاي ار ام اس بتاعت الكرنت اوتبوت، فمن الاكسبريشن بتاع الهارمونيك كارنت هو عباره عن السمشن من ان ايكوال 1 الى انفينيتي خلاص اي اوف ان للساينوسويدال اللي هو كان ساين ان اوميجا نوت اوف تي بلس سيتا ان. تمام، طبعا ده ساينوسويدال، اتفقنا ان الهارمونيك كارنت هو مجموعه من الساينوسويدال. طب احنا كلنا عندنا فيدباك سابقا ان ايه علاقه الار ام اس فاليو بتاعت الساينوسويدال بالماكسيمم فاليو. كلنا عارفين ان علاقه الاي ار ام اس بالماكسيمم هي روت 2، ان الاي ار ام اس بيساوي الاي ماكسيمم على روت 2. فده نفس الفكره، طالما هو سميشن مجموعه من الساين ويف، فاقدر لو انا عارف الماكسيمم فاليو بتاع الساين ويف اقدر اقول ان الاي ار ام اس هو عباره عن ايه، هو عباره عن الاي ماكسيمم بتاع مثلا الاول على روت 2، او الاي ماكسيمم بتاع الثاني على روت 2، او الثالث على روت 2 وهكذا. فبقى عباره عن مين، سميشن من ان ايكوال 1 الى انفينيتي اي اوف ان على روت 2 الكل سكوير. خلاص يبقى انا كده بكل بساطه لو انا دلوقتي عندي فيه سيجنال وانا عملت لها اناليسيس طلعت عندي مجموعه من الساينوسويدال، سواء بقى الفيرست او السكند او الثيرد او الفيفث او ما الى ذلك، فاقدر ان انا احسب الاي ار ام اس توتال بتاع اللود عن طريق ان انا اعرف الاي ار ام اس بتاع كل واحد لوحده واحطه تحت الروت مين سكوير فاليو زي ما احنا شايفين فين في الاكسبريشن. تمام، طيب لو انا عارف بقى الفولت وعارف المقاومه الزد بتاعت اللود، فاقدر اقول ان الاي ان اللي هو الماكسيمم كارنت هو عباره عن الماكسيمم فولتج بتاع الاوتبوت مقسوم على الزد ان، ده اللي هي اللود ايه، اللود امبيدنس. شوف بقى الامبيدنس بتاعت اللود شكلها ازاي، ار ال ار سي ار ال سي حسب الدايره. تمام، فبالتالي ممكن اقول بقى ان الباور هو عباره عن سميشن اي سكويرد الار ام اس اللي احنا حاسبينه من فوق من الاكسبريشن الظريف بتاعنا ده، مضروب في مين، مضروب في قيمه الار. تمام، وده لاي اكسبريشن اقدر اطلع منه قيمه الباور بتاعتي. يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا من الفورير في السلايد اللي فاتت وهذه السلايد ان احنا نقدر نحسب الفولتج هارمونيك، ونقدر نحسب الكرنت هارمونيك، ومنه ان احنا نقدر نحسب الاي ار ام اس بتاعت الاوتبوت،
ومنه كمان نقدر نحسب البي ارم اس او بي ابزوربت باي ذا لود. تمام. طبعا المثال الوحيد او الدايره الوحيده اللي احنا اتكلمنا فيها اصلا هي السكوير ويف انفرتر، خلاص. فاقدر برضو ان انا احسبها از هارمونكس كونتينت زي ما احنا شايفين كده. ده الاكسبريشن بتاع الاوتبوت فولتج بتاع السكوير ويف بعد ما عملنا لها اناليسيس بالفورير، عباره عن ان الفي اوتبوت اوف تي عباره عن سمشن للان اود فاليوز، بس جاست الاود فاليوز اللي هي الواحد والثلاثه والخمسه والسبعه والتسعه وهكذا لفور في دي سي. الفي دي سي ده السبلاي انبوت، دي سي انبوت سبلاي مقسوم على ان في الباي ساين ان اوميجا نوت اوف تي. ده لو حضرتك عملت اناليسيس للسكوير ويف، خلاص، باستخدام مين؟ باستخدام الفورير اناليسيس. طيب معلش احنا عايزين نفهم برضو هو الاكسبريشن ده جه منين؟ يعني انت دلوقتي كده خلاص عرفت ده الاكسبريشن الاوتبوت فولتج بتاع السكوير ويف لو جيت عملت له اناليسيس باستخدام الفورير اناليسيس. هو عباره عن سمشن للاود نمبرز لفور في دي سي، وان في دي سي ده مين؟ ده الدي سي انبوت، الانبوت اللي انا استخدمته في الدايره اصلا بتاعت السنجل فيز فول بريدج انفرتر، فول بريدج انفرتر، تمام، على ان باي ساين ان اوميجا نوت اوف تي. طيب جه منين ده؟ بكل بساطه ده تحليل اناليسز للويف بتاعتي. السكوير ويف بتاعتي هي في الاصل مجموعه سمشن من ساين فاليو ساين اكس بلس ساين 3 اكس اوفر 3 ساين 5 اكس اوفر 5 وهكذا. لو احنا كده بصينا جت منين الاناليسز دي، هذا السكوير ويف اللي هو بالنقط الاحمر ده اهو شايفينه، عباره عن مجموعه من البلصات، ده السكوير ويف، ده الاوتبوت اللي خرج من الدايره بتاعت مين يا شباب؟ بتاعت السنجل فيز فول بريدج انفرتر. فانا لو جيت حطيت عليه الساين اكس بنفس الفريكوانس بتاعه وجمعت عليه ساين 3 اكس على 3 اهو، وجمعت ساين 5 على 5، وقعدت اجمع ساين 7 على 7 اكس على 7، 9 اكس على 9 وهكذا، تطلع بقى لو جمعت الويف دي زائد دي زائد دي خلاص، لو انت حطيتهم كده على السيميوليتور يجمعهم لك، خلاص يطلع شكل الويف هكذا. طبعا كل ما تجمع عدد فردي اكتر كل ما الويف تبقى مور شارب از ايه؟ از سكوير ويف. فبالتالي يبقى اذا السمشن بتاعت مجموعه الاود نمبر للساينوسويدال ويف هو ده اللي هيديني السكوير. فيفضل فقط بالنسبه لي ان انا احسب مين؟ احسب الكونستانت بتاعت الويف، يعني الويت قد ايه بتاعت كل امبليتيود من دول، يعني قد ايه من ساين، قد ايه من ساين اكس، قد ايه من ساين 3 اكس على 3، قد ايه من ساين 5 5 اكس على 5، قد ايه من كل ويت، خلاص. فبالتالي الكوفيشنز بتاعتي نسميها الكوفيشنت اللي هي بقى بي 1 اللي هي بتمثل لي قد ايه من الويف الاولاني اللي هو الساين اكس، بي 3 اللي هي قد ايه من الساين 3 اكس على 3 مثلا، بي 5 بتمثل لي قد ايه من ساين 5 على 5. فعشان نقدر نحسب اي كوفيشنت من الكوفيشنتس دي هي الاستاذ فورير بيدي لك الاكسبريشن اللي هو اف اوف اكس عباره عن اي نود بلس اي 1 كوساين وبي 1 ساين وهكذا. ده الاكسبريشن العام بتاع فورير. فطبعا احنا اتفقنا ان احنا هنا بنتكلم فقط على الاود ايه؟ الاود فاليوز. فبالتالي طالما الاود يبقى انا بتكلم على اونلي مين؟ الساينوسويدال مش الساين، الساين مش الكوساين. فبالتالي الاكسبريشن العام هو عباره عن اتش، الاتش ده اللي هو الماكسيمم فاليو اللي هي بتمثل لي في الكيس بتاعتنا الفي دي سي اللي هي القيمه دي خط الستيب ده. هو عباره عن اتش اللي هو الستيب مقسوم على الباي، الباي ده اللي هو البيريود تايم. احنا هنتكلم بس على سايكل واحد، خلينا نتكلم على السايكل من اول هنا من اول الصفر، شايفين من صفر لحد باي ده السايكل تايم بتاعتي او البيز بتاعتي بتاعها بكام؟ بباي، من صفر لباي يبقى باي. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي ان الارتفاع اسمه اتش والبيز تايم اسمه باي، يبقى اتش على باي انتجريشن من زيرو لباي ساين اكس دي اكس. انا بعمل انتجريشن للويف دي كده خلال البريود من هنا لهنا، تمام؟
طبعا انتجريشن الساين تطلع بايه؟ نيجاتيف كوساين. من باي الى زيرو تطلع بكام؟ باتنين. خلاص، ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنص السايكل من هنا لهنا، بس انا بتكلم على كومبليت سايكل، يعني من ماينس باي لباي، فاكن هضربها في كام؟ مش دي هي دي، هضربها في اتنين، فيطلع ان البي 1 هي 4 اتش على باي. انا كده استنتجت مين؟ استنتجت قيمة الكوفيشنت الاولاني اللي هو 4 اتش على باي، والاتش ده اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي في الاكسبريشن بتاع السلايد اللي فاتت اللي هو الفي دي سي، يعني اكن بقول ان ده 4 في دي سي على مين؟ على باي. طيب لو عايز اجيب التالت، نفس اللي احنا عملناه، هتعمل اناليسز لجزء واحد وتشوف فيه كام سايكل موجود عندي، فبالتالي يطلع ان البي 3 هي عبارة عن بي 1 اوفر 3 على بي 1 اوفر اوفر 3، يعني عبارة عن 4 اتش على 3 باي. يبقى انا كده جبت البي 1 وجبت البي 3 وهكذا، تمام؟ فيبقى اوفرول بقى الفانكشن كلها بتاعتي هي عبارة عن 4 اتش اللي هي الفي دي سي على 4 على باي، مضروبة في ساين اكس بلس ساين 3 اكس على 3 بلس ساين 5 اكس على 5 وهكذا، اللي هو بقى يطلع في الايه؟ الاكسبريشن اللي احنا شفناه في السلايد اللي فاتت، اللي هو عباره عن 4 في دي سي على ان باي في ساين ان اوف اكس او ان اوف اوميجا نوت اوف تي. ده كده يعني ببساطه ازاي ان احنا عملنا تحليل للسكوير ويف، خلاص، باستخدام الفورير اناليسيس. كويس، يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا من هو الفورير اناليسيس، استخدمه عشان يعمل ايه، ودربناه على الويف اللي احنا طلعناها اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي السكوير ويف. تمام؟ تاني حاجة بقى بنبص عليها في الاناليسيس بتاعتي بعد ما انا مسكت الفانكشن الاوتبوت وبدأت ان انا اعمل له اكسبريشن او اعمل له اناليسيس باستخدام الفورير، طلع عندي مجموعة من الساينوسويدال متجمعين مع بعض عشان يدوني الفانكشن كلها. فبقينا ان احنا عشان نحسب الكواليتي بتاعت النون ساينوسويدال ويف اللي طلعت عندي، بعبر عنها برقم اسمه التوتال هارمونيك ديستورشن. فبقى بالنسبه لي بقى في اكسبريشن مهم جدا، تمام، دايما في الانفرترز بتلاقي لازم الرقم ده مكتوب كده على النيم بليتس بتاعتها، ان لازم تبقى عارف ايه هو التوتال هارمونيك ديستورشنز بتاعت الويف، او بمعنى اصح الكواليتي بتاعت النون ساينوسويدال اللي خارج من الانفرتر شكله ازاي. طبعا كل ما كانت التوتال هارمونيك ديستورشن اعلى، كل ما كان الكواليتي بتاعته اسوأ. فانا بالتالي كل ما كانت التوتال هارمونيك ديستورشن اللي خارجه من الانفرتر بتاعي كل ما كانت اقل، كل ما كان الويف بتاعتي افضل او الاوتبوت فولتج بتاعي احسن. طيب ايه هو الديفينيشن نفسه بتاع التوتال هارمونيك ديستورشن؟ التوتال هارمونيك ديستورشن هو بالظبط زي الاكسبريشن، لو الناس ترجع كده لايام لايام زمان في ليفل 2 لما كنتوا بتاخدوا الميجرمنت، خلاص في الميجرمنت كنتوا بتاخدوا دايما في الديفايسز كنتوا بتاخدوا ما يسمى بالايرورز، ان كل ديفايس بيبقى فيه ايرور، فانت عشان تحسب البرسنتج بتاعت الايرور كنت بتقول ان في ميجرد فاليو في اكزاكت فاليو، فالديفرنس ما بين الاثنين هو ده البرسنتج ايرور بتاعك. فنفس الكلام هنا، هو ده التوتال هارمونيك ديستورشن، هو بيشوف ان قد ايه الفاندمنتال ويف خلاص بتاعتي موجوده في التوتال ويف اللي موجوده عندي. يعني انا طلع عندي ويف 4 مجموعه من الساينوسويدال 100 ساينوسويدال، بس اهم حاجه فيهم هو الفاندمنتال، واحنا اتفقنا مع بعض الفاندمنتال ده اللي هو الان بتاعته بكام؟ بواحد. فانا عايز اشوف هو الاوتبوت فولتج بتاعي اللي فيه 50 ولا 100 ساينوسويدال قد ايه الفاندمنتال موجود منه. فممكن اقول ان هو عباره عن الروت اهو زي ما احنا شايفين كده في السلايد، هو عباره عن الروت للفي اوتبوت سكويرد ار ام اس، ده التوتال اوتبوت فولتج بتاعت الويف كلها، ده الهارمونيك اوتبوت فولتج اللي احنا شفناه في اول سلايد خالص اللي هو في اوتبوت اوف تي، بس ده معمول له مين؟ الار ام اس. ما
مطروح منه الـ fundamental RMS، يبقى V1 squared RMS. يبقى أنا لو أنا عارف الـ output، الـ total output voltage كله بالهارمونكس وشلت منه بس الـ fundamental، يبقى أنا كده بين بحسب الهارمونكس اللي عندي هقسمها على الـ fundamental، كده يبقى أنا جبت الـ total harmonic distortion. أو ممكن أعبر عنها، طالما أنا بقول إن الـ total output اللي فيه كل حاجة هشيل منه الـ fundamental بس، فأكني بقول هو السمشن بتاع كل الهارمونيكس ما عدا الفاندمنتال، يعني من أول n equal to إلى infinity للـ vn rms squared. يعني أكني بقول v2 squared rms، v3 squared rms، v4 squared rms، v5 squared rms، وهكذا. كل المجموع بتاعهم تحت الروت هو ده الهارمونيك ديستورشن، بقسمه على الفاندمنتال عشان أحسب التوتال هارمونيك ديستورشن بتاعه. ده كده لو انا بحسب ايه يا شباب، لو انا بجيب اكسبريشن للتوتال هارمونيك ديستورشن خلاص از اوبوت فولتج عشان اشوف الكواليتي بتاعه النون ساينسويدال ويف اللي خارجه من الانفرتر. طبعا نفس الاكسبريشن ممكن اعبر عنه بس للكرنت، لو انا اوريدي عارف الكرنت فبرضه اقول ان هو عباره عن سمشن من ان ايكوال تو الى انفينيتي ل اي ان ار ام اس سكويرد على الاي 1 ار ام اس. ده التوتال هارمونيك ديستورشن للكارنت، يبقى انا اقدر احسبه للفولت، واقدر احسبه ايه كمان للكارنت. احنا كده دلوقتي اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل اناليسيز، ازاي ان الاناليسيز دي نقدر نحسب انها التوتال هارمونيك ديستورشن. طيب ده مثال للحاجه اللي احنا سالنا عليها اللي هي السكوير ويف الاوتبوت، السكوير ويف اللي خارج من الفول بيج انفرتر، سنجل فيز فول بيج انفرتر، اللي هو من اصل ان في دي سي انبوت اللي هو الفي دي سي. قدرت اوصل لسكوير ويف عن طريق السنجل فيز فول بيج انفرتر، وبدات ان انا اعمل لها اناليسيس بالفوريد، وشفنا الاكسبريشن بتاعها. قلنا ان الفي اوتبوت اوف تي هو عباره عن 4 في دي سي على ان باي ساين ان اوميجا تي. طيب دلوقتي عايز اشوف او عايز احسب من الاوتبوت اللي خرج عندي ده التوتال هارمونيك ديستورشن، تمام؟ طيب بكل بساطه من الاكسبريشن اللي انا لسه قايله حالا اقدر اطلع منه مين؟ اقدر اطلع الفاندمنتال. فال V1 RMS هي عباره عن مين؟ هي عباره عن ال V1 ماكسيمم على روت 2، فانا ده ساينوسويدال. طب ال V1 هي عباره عن ايه اصلا؟ هو الاكسبريشن كان اسمه ايه؟ 4 VDC على N باي ساين N اوميجا تي. الماكسيمم فقط هو عبارة عن مين؟ 4 VDC على الN، الN بواحد في الباي، مقسوم على مين؟ مقسوم على روت 2. يبقى أنا كده طلعت مين؟ ال V1 RMS. طب لو عايز أطلع مثلا يعني ال V2 RMS هو برضو عبارة عن مين؟ 4 VD على 2 روت 2 في الباي، تمام؟ طيب حلو قوي. الأوتبوت أصلا توتال أوتبوت فولتج كله بتاع الويف، لو انا جيت حسبت الار ام اس للفانكشن كلها على بعضها، تمام، اقدر اطلع منه الفي اوت بتاعي اللي هو يطلع بكام؟ بالفي دي سي. يعني انا الاوتبوت التوتال اوتبوت فولتج بتاع السكوير ويف كله هو عباره عن الفي دي سي، والفاندمنتال بتاعه هو الاكسبريشن اللي احنا طلعناه فوق. فلو انا جيت حطيت ده سكوير ناقص ده سكوير وحطيتهم تحت الروت وقسمتهم على ال V1 ده بس تحت المقام بتاعي اللي هو 4 VDC على روت 2 باي، يطلع تقريبا ان التوتال هارمونيك ديستورشن 48%. يعني تخيل ان السكوير ويف هي نصها نصها ساين ويف اللي هو ساين اكس اوفر اكس، تمام، و 50% التانيين هو عباره عن الاودز هارمونيكس اللي هو الثالث والخامس والسابع والتاسع وال11 وهكذا. شوف يعني نصها ونصها. ده عن طريق ان احنا عرفنا الكواليتي دي ازاي، عرفناها عن طريق بسيط جدا، عن طريق ان احنا نقدر نحسب ايه، نقدر نحسب التوتال هارمونيك ديستورشن للاوتبوت فولتج اللي موجود عندي بالسكوير ويف اللي خارجه من السنجل فيز فول بيج انفرتر، تمام. احنا كده اتعلمنا
الجزء الاولاني ازاي ان احنا نقدر نحسب التوتال هارمونيك ديستورشن. تمام. طيب دلوقتي بقى في موضوع تاني هو الامبليتيود والهارمونيك كنترول، يعني ازاي ان انا اتحكم. احنا دلوقتي شفنا مع بعض بحسابات التوتال هارمونيك ديستورشن، اكتشفنا ان نص الويف فاندامنتال ونص الويف التاني فيه هارمونيكس. طب انا عايز اشوف ميثود، طريقه ان انا اكونترول بيها الهارمونيكس، عايز اقلل الهارمونيكس دي، عايز اخلي الهارمونيكس قيمتها تقل والفاندامنتال قيمته تزيد. فاتحكم الكلام ده ازاي؟ عن طريق الامبليتيود. يعني ايه الامبليتيود؟ ان انا اقدر اعمل كنترول للاوتبوت امبليتيود بتاعي، عن طريق ان انا ممكن اغير او اعمل موديفيكيشن في السويتشنج سكيماتيك. طيب احنا لو رجعنا للسنجل فيز فول بريدج انفرتر، كان الاوتبوت بتاعي لو احنا الناس تفتكر كان عباره عن سكوير ويف، كان عباره عن بلصات. البلصات دي كان القيمه بتاعتها بوزيتيف في دي سي او نيجاتيف في دي سي حسب السويتشز اللي انا بفتحها. فاتح سويتش واحد واثنين يطلع لي البوزيتيف، ثلاثة واربعة يطلع النيجاتيف. وكان في كمان في سويتشنج اوبريشن ان ممكن يطلع الاوتبوت بتاعي بزيرو، وده احنا ما استخدمناهوش خلاص. ده بقى ممكن احتاجه هنا في حته الهارمونيك كنترول، اني عايز ده اللي انا محتاجه، عايز اخلي شكل الاوتبوت بهذا الشكل، ان يكون في انترفال اللي هي من زيرو لحد الفا، يكون فيها الاوتبوت فولتج بزيرو، بعد كده من الفا الى باي ماينس الفا يكون لها قيمه، ومن باي ماينس الفا ل باي بلس الفا تكون بزيرو، وهكذا. محتاج لو انا عملت الشكل بهذا او عملت الاوتبوت بتاع الانفرتر بهذا الشكل، هقدر ان انا اكونترول بيه الهارمونكس. طبعا احنا لغايه دلوقتي لسه مش عارفين ازاي هكونترول بيه الهارمونكس، بس ده الشكل او الاوتبوت فولتج اللي انا محتاج اخده من السنجل فيز فول بريدج انفرتر. تمام. طيب نيجي نشوف مع بعض ازاي اوصل للاوتبوت ويف فورم بالشكل ده كده. ده الدايره بتاعتي، دي دايره السنجل فيز فول بريدج انفرتر. زي ما اتفقنا ان في هنا سويتش واحد ثلاثة اثنين أربعة، ومعاه طبعا الدايود فيدباك دايود. تمام. الفكرة كلها ان انا هقدر اتحكم في الوقت اللي هشغل فيه السويتشز، بمعنى زي ما احنا شفنا الاوبريشن اللي احنا اللي مرسوم قدامكم هنا، انا هاجي بعد الانترفال اللي اسمها الفا، احنا من زيرو لحد الفا، هيبدا من بعد الالفا سويتش اس 1 هيكون كلوزد يتقفل، ومن الاول خالص من الصفر لحد باي ماينس الفا السويتش الثاني هيتقفل. يبقى احنا عندنا الريجون من الفا الى باي ماينس الفا سويتش اس 1 سويتش اس 2 مقفولين. شوف كده اس 1، ادا اس 1 وادا اس 2. فبالتالي الاوتبوت فولتج اللي هو بوست في دي سي على السبلاي بتاعي. طب تعال نبص بقى على السايكل من اول هنا اللي هي باي ماينس الفا خلاص لحد الباي. ايه اللي بيحصل؟ سويتش اس 1 بيفضل شغال، او لحد معلش لحد باي بلس الفا، من اول الفا باي ماينس الفا لحد باي بلس الفا في الحته دي كده. في الحته دي كده الاقي سويتش اس 1 هو اللي شغال بس اس 2 قفل، وسويتش اس 3 اشتغل بعديه. يعني في اللحظه دي كده من باي اهو، من اول حته دي كده من باي ماينس الفا الى باي بلس الفا سويتش اس 1 واس 3 هم اللي شغالين. تعال نشوف كده اس 1 واس 3، ادا اس 1 واس 3. فده معناه ان الفي اوتبوت عندي بكام؟ بصفر. فبالتالي خدت اوتبوت فولتج في الريجن دي بكام؟ بزيرو. بعد كده 3 مقفول و4 اتقفل، فيطلع لي نيجاتيف في دي سي اللي هو هنا كده اهو، من ده لهنا مع السبلاي. بعد كده 4 و2 مقفولين يطلع لي الزيرو. فبقت السايكل بتاعتي متقسمه لاربعه ريجن. في الريجن الاولى اللي هو من صفر لحد الفا، اس 2 السويتش الثاني والسويتش الرابع هما اللي مقفولين، فالاوتبوت فولتج بتاعي بصفر. في الريجن من الفا لحد باي ماينس الفا، سويتش الاس 1 وسويتش اس 2 هما اللي مقفولين، فده بيطلع بوزيتيف
سكوير ويف اسمها في دي سي. من باي ماينس الفا لباي بلس الفا سويتش اس 1 سويتش اس 2 هما اللي مقفولين، وده هيطلع مين؟ هيطلع 0 اوت. من باي بلس الفا الى 2 باي ماينس الفا هيبقى سويتش اس 3 واس 4 كلوزد، وده هيطلع نيجاتيف في دي سي. بعد السايكل دي اللي هي من 2 باي ماينس الفا الى 2 باي هيكون اس 2 اس 4 مقفولين وطلع لي 0 اللي هي بدايه السايكل اللي موجود عندي، وهكذا. انا كده شفنا مع بعض استخدام الدايره دي ان اقدر اتحكم في التايم بتاع السويتش، امتى اخلي السويتش الاول او الثاني او الثالث او الرابع شغال. لو انا عملت الميكانيزم اللي احنا شفناه مع بعض قدامنا ده هيطلع ويف فورم زي اللي موجوده فوق، فيها جزء بوزيتيف في دي سي، فيها جزء نيجاتيف في دي سي، فيها جزء بزيرو. طيب ايه علاقه ده بان انا هكنترول الاوتبوت فولتج؟ طب نيجي اصلا نشوف قيمه الاوتبوت فولتج ده بقى بكام. احنا عارفين ان الاوتبوت فولتج لو كان ساينوس سكوير ويف بيور مفيش فيه الانترفال الزيرو دي، ما كانش فيه زيرو دي خالص، كان عباره عن بلصيه بادئه من هنا لحد الباي ومن الباي لحد ال2 باي نيجاتيف، خلاص ما كانش فيه اصفار خالص، كان الاوتبوت الار ام اس اوتبوت بتاع الفولتج هو البوزيتيف في دي سي. تمام. طيب هل لما اتغير كده قيمه الاوتبوت فولتج بتاع الويف بتاعتي هتتغير؟ اه طبعا هتتغير. طب تعال نشوفها بكام. ده شكل الارم اس اوتبوت فولتج اهو. لو انا عايز احسب الارم اس اوتبوت فولتج، تمام، هو عباره عن روت مين سكوير فاليو، روت اهو مين واحد على باي، انا باخد بس نص البلصايه، والبلصايه بتاعتي كانت في الاصل من زيرو لباي، ده قبل ما اعمل عمليه ايه؟ عمليه التحكم في الامبليتيود بتاعي. لكن دلوقتي بقت البلصايه من كام لكام؟ من الفا لباي ماينس الفا للفي دي سي في الانترفال بتاعتي اللي هي دي اوميجا تي، اللي هي الانترفال اللي هيكون فيها شغال، اللي هي من كام لكام؟ من الفا لباي ماينس الفا. يطلع بالنسبه لي الاوتبوت هو عباره عن في دي سي مضروب في روت 1 ماينس 2 الفا اوفر باي. تمام. وده اللي بيثبته لي ان لو الالفا بتاعتي كانت بصفر فالفي ار ام اس هو الفي دي سي، لكن طول ما ان الانترفال بتاعتي اقدر اعمل لها انجل الفا اكونترول بيها الاوبريشن بتاعتي حسب قيمه الالفا اقدر قيمه الاوتبوت فولتج يكون مختلف. تمام. طبعا واضح ان كده الاوتبوت فولتج زاد ولا قل؟ طبعا قل، يعني انا الاوتبوت فولتج اللي انا خدته اصلا بقى اقل من القيمه اللي انا كنت باخدها في الاصل. تمام. بس برضو لسه مش فاهم هو ايه ميزته في ان انا اكونترول الهارمونكس. تمام. طيب عشان نبص على حته كنترول الهارمونكس لازم احسب الاوتبوت فولتج للهارمونكس. احنا اتفقنا بعض ان الاوتبوت بالفورير اناليسيس في اوتبوت اوف تي هو عباره عن سمشن للان اود فاليوز للفي ان ساين ان اوميجا نوت اوف تي. تمام. حلو قوي. عايزين بقى نحسب الفي ان دي بكام؟ خلاص زي ما حسبناها في الحاله العاديه لما كانت الالفا بزيرو كانت الفي ان دي بكام يا شباب؟ كانت 4 في دي سي على ان في الباي. طب يا ترى لما الوقت بقى فيه الفا هل القيمه دي هتختلف؟ اكيد طبعا لازم تختلف. طيب تعال نشوف الاكسبريشن هيكون شكله ازاي لو عملنا له فورير اناليسيز وعملنا له انتجريشن. اهو نفس اللي كنا عملناه في المثال بتاع الاناليسيز بتاعت السكوير ويف عشان نوصل بيها للاكسبريشن بتاعه الفورير اناليسيز. برضه هناخد ايه؟ هناخد نص سايكل اللي هي من الفا اهي، من الفا الى باي ماينس الفا. في الانترفال دي من الفا لباي ماينس الفا طبعا هضرب في 2 عشان ده 2 سايكل، 2 سايكل سيمتريكال، واقسم على باي اللي هي البيريود تايم مضروبه في الفي دي سي ساين ان اوميجا نوت اوف تي، ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الفورير اناليسيس اكسبريشن في دي اوميجا نوت اوف تي اللي هي الانترفال بتاعتي من زيرو لكام؟ سوري، من الفا لباي ماينس الفا. تمام؟ هيطلع نفس الاكسبريشن بتاع الفورير اللي هو الفي ان دي عباره عن ايه؟ اللي هو بنسميها الكوفيشن بتاع الفورير اناليسيس، هي عباره عن 4 في دي سي على ان باي، نفس الكلام،
بس الجزء الترم ده لما كان ده زيرو ده كان باي، فكانت الجزء ده بواحد فما كانش موجود عندي. لكن لما تيجي تعمل اناليسز انتجريشن الساين بقت بنيت الكوساين، فيطلع عندك هنا ترم كوساين ان الفا خلاص، فيبقى عندك الانتجريشن من الفا لباي ماينس الفا، طلع عندي ان الفي ان او الكوفيشنت بتاعه الفورير اناليسز هي عباره عن 4 في دي سي على ان باي في كوزاين ان ايه في كوزاين ان الفا. حلو قوي. طبعا كان الاكسبريشن سابقا هو ده، بس ده الحته دي الزياده بتاعته. فلو انا عايز اطلع الفاندمنتال، فاندمنتال قلنا ان الان بتاعته كام؟ واحد. فالفي واحد هو عباره عن 4 في دي سي على باي، ده اللي هو كان موجود قبل كده، بس هيبقى مضروب في كوزاين الفا. شوف بقى الالفا دي بتاعتك بكام؟ هيكون قيمه الفي 1 بتاعتي هي قيمه الفي 1 العاديه بس مضروب في كوساين ايه؟ في كوساين الفا حسب قيمه الالفا. تمام؟ طب ما ده معناه ان الفي ان الفاندمنتال بتاعي ماله؟ ده قل ما زادش، هو بقى مضروب في كوساين ايه؟ في كوساين الفا. الميزه بقى هتيجي في الجزئيه الثانيه. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا اقدر باستخدام الدايره بتاعتي اتحكم في السويتشز بحيث ان انا اخلي في انترفال جوه السكوير ويف تكون بزيرو، وعملت لها اناليسز طلعت منها الفي اوت ار ام اس، وطلعت بعد كده عملت فورير اناليسز وشفت الفي ان بتاعته او اللي هي الكوفيشنت فولتج، وطلعنا منه الفاندمنتال. طب بنيجي نطلع كده بقيه الهارمونكس الثانيه. لو احنا بنتكلم على ان وانا بعمل التوتال هارمونيك ديستورشن، اكتشفت ان الهارمونيك فور اكزامبل الثالث هو قيمته كبيره كامبليتيود. طب انا عايز اهو ده بقى الهدف بقى من الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، انا عايز اكونترول الهارمونيك ده. يعني ايه اكونترول الهارمونيك ده؟ يعني عايز اخلي الهارمونيك الثالث يكون بصفر. هروح اعمل ايه بقى؟ اروح اتحكم في الالفا، اخلي الالفا بتاعتي بكام اللي تخلي الهارمونيك التالت بصفر. طيب الاكسبريشن بتاع الهارمونيك في 3 بيساوي كام؟ هو عباره عن 4 في دي سي على 3 باي مضروب في كوزاين 3 الفا. ايه ده؟ طب ما هو مضروب في كوزاين 3 الفا، ايه الزاويه اللي الكوساين بتاعها يديني صفر؟ وانا عايز الامبليتيود بصفر. كوزاين 90، حلو قوي. يبقى انا عايز الانجل بدل ما هي ليها قيمه عايز تخلي الانجل دي 90. طب ما هي الانجل اصلا ايه؟ ما هي كوزاين 3 الفا. يبقى انا لو خليت الالفا بتاعتي ب 30 فده معناه ان كوزاين 3 في 30 كوزاين 90، فكوزاين 90 بكام؟ بصفر. فيطلع ان الامبليتيود بتاع الثيرد هارمونيك بكام؟ بصفر. يبقى انا هنا قدرت ان انا اهو لو شفت سويتشنج بتاعي 30 درجه عن الصفر، يعني لو كان ده الصفر وده الباي خلاص، ادي البلصايه اهي يا شباب، شايفين البلصايه؟ ادي البلصايه بتاعت السكوير ويف. شايفين بدات منين؟ بدات من الفا بكام؟ ب 30. فانا لو شفتها 30 درجه فده معناه ان السايكل بتاعت السيرج الجزء الابر والجزء اللور بيكنسلوا بعض، فيطلع الامبليتيود بتاعته بكام؟ بصفر. طب مثال تاني، انا مثلا مش عايز الفيفس هارمونيك، عايز اخلي الهارمونيك رقم 5 هو اللي بصفر. يعني عايز اشوف الزاويه بكام اللي تخلي البلصايه بتاعتي لما تبقى موجوده تخلي الفي 5 بصفر. برضه نفس الكلام، انا عايز كوساين 5 الفا بيساوي 90، فيطلع ان قيمه الالفا بكام؟ ب 18. يبقى 18 في 5 ب 90، كوزاين 90 بصفر، فيطلع ان الفي 5 بكام؟ بزيرو، وهكذا. يبقى انا كده ده الهدف من الهارمونيك كنترول، ان انا اتحكم في قيمه الهارمونيك اللي انا عايزه يبقى بصفر، اظبط قيمه الالفا بحيث ان ان الفا يكون بكام؟ ب 90 درجه. يبقى ده الكونديشن بتاعي ان عشان اوصل اي ترم اي هارمونيك عايزه اعمل له اليمينيشن، عايز اخليه بصفر، فاخلي كوزاين الفا ان ب 90 خلاص، الفا ان ب 90
فشوف انت ال n ده بكام، عايز السابع يبقى 90 على 7 يبقى اطلع قيمة الالفا، عايز اخلي ال 11 يبقى 90 على 11 اطلع قيمة الالفا، عايز ال 19 يبقى 90 على 19 اطلع قيمة الالفا، وهكذا. انا اقدر اتحكم في قيمة الالفا اللي هي السويتشنج انجل، امتى اخلي الاوت بتاعي صفر وامتى اخليه بوست في دي سي وامتى اخليه نيجاتيف في دي سي. تمام، ده الهدف من ايه؟ من الهارمونيك كنترول. تمام، طيب يبقى بقى عندي المشكلة الأخيرة أو الحاجة الأخيرة، هو أنا دلوقتي عرفت إن أنا لو عايز إليمينيت الهارمونيك الثالث هروح أخلي الألفا ب 30، عايز إليمينيت الهارمونيك الخامس هخلي الألفا ب 18. طب لو أنا عايز بقى إليمينيت الاثنين مع بعض، الثالث والخامس، أنا شايف إن الثالث والخامس كبار وعايز أشيل الاثنين مع بعض، هعمل إيه؟ كده العملية بقت صعبة، إن أنا كده دلوقتي بقى في عندي 2 ألفا. طب نعمل فيهم إيه؟ ده كمان الـ output بتاعي هو الفاندمنتال فاليو بتاعتي كانت بكام؟ كنا بنقول ان الامبليتيود الفاندمنتال V1 بيساوي 4 VDC على ان لان بواحد طبعا ان باي في كوزين الفا، فبيطلع 1.1 VDC. بس ده لو كانت الفا ب 30. طب لو الالفا بقى بتاعتي اتغيرت نعمل فيها ايه؟ لازم يبقى في عندي سويتشنج انجل اخرى، يعني ان انا احط 2 انجلز مع بعض في نفس السايكل. يعني انا البلصايه الواحده، يعني الناس تتخيل كده معايا يا شباب، ان انا البلصايه الواحده اللي هي كانت من زيرو لباي هيحصل فيها جزئين بصفر، كل جزء بانجل مختلف. طب ازاي ده يحصل؟ طب معنى كده ان الايكويشن بتاعتي اللي هي الهارمونيك اوتبوت فولتج هيبقى معادله كبيره بقى فيها الفا واحد والفا اتنين، صح؟ فبالتالي ده يعني حاجة بسيطة، ان انا لو عايز اليمينيت الهارمونيك الثالث والخامس خلاص عايز اشيل الاثنين مع بعض، فانا بعمل سويتشنج سايكل. هذا السايكل بتاعتي، اهي الناس تبص عليها كده. السايكل كانت من اصل من صفر لباي، ادي الصفر وده الباي، تمام؟ كانت السايكل كلها كده من اول للاخر كلها سايكل واحد. ايه اللي حصل؟ الثالث رحت جيت عند انجل 30، اهي تحت اهي زاوية 30 هنا. ايه اللي حصل؟ لو انا عملتها 30، يعني انا البلصيه المفروض بتاعتي كانت في الاصل شكلها ازاي؟ بادئه من هنا من عند ال 30 ومكمله كده لغايه ال 150 اهي، كويس؟ طيب ده لو انا بس عايز اشيل التالت. طب انا عايز اشيل كمان الخامس، فرحت حطيت زاويه تانية. شايفين الحته اللي فيها زيرو دي؟ دي زاويه تانية. الزاويه التانية دي المفروض ان هي بتاليمينيت مين؟ بتاليمينيت الخامس، بس مش هحطها في اي مكان. انا هحطها فين؟ احطها عند بالظبط النقطة اللي بيحصل عندها تغير في الويف الثالثة، يعني قبل الويف وبعد الويف، بحيث ان الجزء، شايفين الجزء ده كده والجزء ده يإليمينيت بعض فما يأثرش على التالت. يبقى حتة الألفا بتاعتي مش هحطها هنا أو هنا أو هنا، لا مش هحطها في أي مكان، أنا هحطها بالظبط فين؟ عند الجزء اللي بيحصل فيه تغير في السايكل بتاعي في الهارمونيك الثالث. تمام؟ أهو ده الخامس بقى، شايفين في الخامس؟ طيب ما أنا نفس الفكرة، ما أنا برضو عايز اضيع الجزء بتاع مين؟ بتاع السايكل اللي هي ال 30، مش ده ال 30 كانت الجزء اللي فوق، لازم يبقى في جزء اللي تحت برضو يكون ايه؟ يكون مش موجود. تمام؟ فعشان كده انا بعمل هنا الانجل، شايفين كام؟ 66 ناقص 54 12. ال 12 دي هي ايه؟ هي عباره عن 30، شايفين من صفر ل 30، 30 ناقص 12 ب 18. يبقى انا الانجل اصلا بتاعتي كام؟ هي الانجل بوستيف 30، شايفين فوق اهي في السايكل البوستيف، بوستيف 30 ونيجاتيف 12. يبقى 30 ناقص 12 بكام؟ ب 18. يبقى السايكل كلها من هنا لحد هنا فيها كام؟ فيها جزء اللي هو ال 18 متشال، اللي هو 30 ناقص 12، وهكذا مع السايكل الثانيه. هتلاقي دي برده كام؟ 126 ناقص 114، هتلاقي 12 وهنا في 30 فوق، يبقى 30 ناقص ال 12 يطلع بكام؟ ب 18. طبعا العمليه بقت معقده، يعني عدد ال الانجل في السايكل الواحده هيبقى على حسب عدد الهارمونكس اليمينيشن. يعني انا لو عايز اشيل مثلا الهارمونيك الثالث والخامس والسابع، يبقى انا في عندي كام زاويه يا شباب؟ عندي في 3 زوايا. فالموضوع بيكون ايه؟ مور كومبليكيتد، معقد اكتر. كمان الايكويشنز بتاعتي هتبقى صعب ان انا اعمل لها اناليسيس.
لكن الفكرة ان احنا دي طريقة عشان اقدر اتحكم فيها او اعمل كنترول لهارمونيك بعينه، اقدر استخدم الطريقة دي اللي هي التحكم في السويتشنج سايكلز بتاعتي، واقدر اتحكم فيها بالاول. تمام. طيب احنا كده في المحاضرة بتاعت النهاردة اتكلمنا فيها على الفوريير اناليسيس، شفنا بعض ازاي ان احنا نجيب الهارمونيك اوتبوت فولتج والهارمونيك اوتبوت كارنت، عرفنا ازاي نحسب الباور ابسوربد باي ذا لود خلاص باستخدام الهارمونيك كارنت، عرفنا ان احنا نعمل التوتال هارمونيك ديستورشن، شفنا الاناليسز بتاعه السكوير ويف اللي هي خارجه من دايره السنجل فيز فول بريدج انفرتر، وعملنا او اتعلمنا مع بعض ازاي ان انا اتحكم في الهارمونيك او اعمل كنترول للهارمونيكس بتاعتي هارمونيك بعينه عن طريق ان انا اتحكم في السويتشنج او في الامبليتيودز بتاعتي عن طريق انجل اسمها الالفا، واقدر بالقانون بتاعنا ببساطه جدا ان الالفا بتساوي 90 على ان، احدد قيمه الالفا اللي هقدر اليمينيت منها الهارمونيك بتاعي. تمام. طيب ده كده الملخص بتاع هذه المحاضره، اتمنى تكون المحاضره سهله وبسيطه. سلام.